السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس رقم 5، هنشتغل مع بعض النهاردة عملية تسخين وترطيب بواسطة رش مياه ساخنة. برش مياه سخنة على الهواء، وبالتالي برفع من درجة حرارته وبرفع من الرطوبة اللي موجودة جواه. يبقى بالنسبة لدرسنا، أنا أسخن وأرطب الهواء من الحالة 1 للحالة رقم 2. ديت أو الوضع دوت بيجيب لي حالة الهواء قبل وبعد العملية ديت، يعني بيجيب لي حاجتين في النقطة رقم 1 ويجيب لي حاجتين في النقطة رقم 2، وعلى هذا الأساس بيتم تحديد النقطتين على الخريطة. يعني مثلا لنا مثال، الشكل العام بيبقى بالشكل ده، برفع من درجة الحرارة وبزود من الرطوبة، يعني مش عملية تسخين محسوس ولا عملية ترطيب بس، لا دي بين الاتنين. يعني عملية ترطيب كان الخط بيبقى رأسي، وعملية تسخين محسوس بيبقى الخط بيبقى أفقي. في الحالة ديت الخط بين الاتنين، ولا هو رأسي ولا هو أفقي، هو مايل من نقطة رقم 1 من نقطة رقم 2. أنا كده سخنت وزودت الرطوبة. طيب في الحالة ديت بيجيب لي حالة الهواء عند النقطة رقم 1، قال لي 26 و15 جافة ورطبة. 26 جافة زي ما تعودنا، درجة حرارة جافة، بطلع خط رأسي. كويس جدا، درجة حرارة رطبة 15. كده أنا جبت النقطة رقم 1. طب 2 قال لي 40 جافة و28 رطب. 40 جافة و28 درجة حرارة رطب، ادي 28. كده دي النقطة رقم 2، واخد خط بين هما الاتنين، يبقى دي عملية تسخين وترطيب الاتنين مع بعض، نفس اللي احنا الرسمة الموجودة، عملية تسخين وترطيب. في الحالة ديت أنا عايز أجيب الإتشات وأجيب الرطوبة النوعية عند كل نقطة. طب كويس جدا، احنا في الموضوع ده احنا دارسينه وفاهمين نجيب الإتش ازاي. الإتش رقم 1 عند النقطة رقم 1 بطلع خط نفس الخط اللي بتاع درجة الحرارة الرطبة، أكمل الخط ألاقي نفسي إن هو تقريبا 42. طب والإتش عند 2 90. وبجيب الرطوبة النوعية عند 1 و2، الرطوبة النوعية عند 1 وعندي 8. باخد الخط عشان الناس متقولش جبتها ازاي، 8 من 1000 والرطوبة النوعية 19 من 1000 عند 2. يبقى انا كده محتاج الانصلبي ومحتاج الرطوبة النوعية، دي اللي انا هستخدمه في القوانين. طب ايه هي القوانين؟ خدناهم قبل كده. يعني انا عايز ساعة ملف التسخين بقول ان هو كتلة الهواء المرة على الوحدة، واحنا هنا نقول مثلا مثال هنقول 2، فرق الاتشات اتش 2 ناقص اتش 1. طب احنا هنا لو انا جيت احل ام دوت ايه، قلنا 2، فرق الاتشات عند الاتش 92 ناقص الاتش 1 42، واحلها واجيبها الوحده بالكيلو وات. ولو عايز ساعه ملف التسخين نفس الكلام، اتش 2 ناقص اتش 1، بس انا مش هنجيب الساعه في الحاله ديت. عايزين بقى النقطه الثانيه اللي هيقدر يكلمني فيها زائد ساعه ملف التسخين، عايز كميه بخار الماء، واحنا خدناها في عمليه الترطيب. بنقول ايه؟ كمية بخار الماء بتساوي كتلة الهواء اللي داخلة على واحد ترطيب في فرق ال W ناقص ال W، الرطوبة النوعية عند 2 ناقص الرطوبة النوعية عند 1. احنا قلنا 2 أعلى من 1 عشان كده خليت 2 هي الأول. طيب الرطوبة النوعية عند 2 لو جيت أحل، قلنا كتلة الهواء 2 مضروبة في W 2 ناقص W 1، W 2 19 من 1000 ناقص W 1 8 من 1000
وبالتالي اقدر اجيبها. عندي وقلنا هنا الوحدة كيلو جرام على ثانية. في عملية الترطيب، عملية التسخين والترطيب عملية سهلة جدا، بيجيب لي معلومات نقطة واحد ونقطة اتنين بحددهم على الخريطة، وعندي قانون انا بستخدمهم ساعة ملف التسخين واحنا خدناه في عملية التسخين المحسوس، وعندي كمان كمية بخار الماء واحنا خدناها في عملية الترطيب. مفيش جديد في النقطة ديت، أرجو التطبيق. السلام عليكم.